بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مررت أيها الإخوان بإحدى المقابر فنزلت في إحدى القبور، والله يا إخوان ما تخيلت ولا يتصور الإنسان أنه يوما ما سيوضع في هذه الحفرة الضيقة المظلمة إلا من نورها الله عز وجل عليه في هذا القبر. يا إخوان هذا القبر فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنفتن في هذا القبر، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يؤتى أحدكم في قبره فيقال له: ما تقول في محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هل نحن أيها الإخوان أجبنا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وفي حياتنا؟ والله يا إخوان إني ما أتخيل ولا أتصور أننا يوما ما سنعيش في هذا القبر. يا إخوان هذا اللحد يوما ما سنمكث فيه، والله ما نعلم، قد نمسي هذه الليلة ونحن من أبناء الدنيا، نصبح غدا ونحن من أبناء الآخرة. غدا يا إخوان، غدا قد نمكث في هذا القبر، والله ما نعلم يا إخوان، والله ما أعلم أخرج من هذا القبر أو لا أخرج منه. قد ينزل علي ملك الموت يا إخوان وأنا في هذا القبر، والله لا أعلم يا إخوان. أيها الإخوان وأيتها الأخوات، يا من ضيع الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سيحاسبك في قبرك عن الصلاة، أول ما يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة عن صلاتك، فإن صلح صلح سائر العمل وإن فسد فسد سائر العمل. يا من تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، اتق الله عز وجل، يوما ما ستمكث في هذا القبر. يا من عققت والديك، يوما ما ستمكث في هذا القبر. يا من استمعت إلى الحرام، يا من اغتبت المسلمين، يا من تكلمت في أعراض المسلمين، يا من ويا من ويا من ويا من مشى إلى الحرام، يا من أكل الربا وأكل المحرمات. إلى متى يا إخوان؟ إلى متى يا إخوان ونحن ننتظر؟ إلى متى ونحن نسوف التوبة؟ هل ننتظر حتى يأتي أحدنا الموت فيقول ماذا يا إخوان؟ إذا أتاك الموت ماذا ستقول؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لماذا تريد التأخير؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون، لماذا تريد الرجعة؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخا إلى يوم يبعثون. مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبور، على قبر جديد، فقال عليه الصلاة والسلام، فالتفت إلى أصحابه فقال: ركعتان يركعهما هذا الميت خير من بقية دنياكم. إذن يا إخوان من الآن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، نرجع إلى الله عز وجل، وربنا رحيم سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.